لسه مكملين مع حضراتكم. ودلوقتي بقى جه ميعادنا مع فنان الحقيقه شاب كان كان بطل اغنيه من اغاني رمضان ووزعها مع فريقه مره تانية. الحقيقه انه على الرغم من انها يعني نزلت من 3 سنين الا ان كل سنه بتثبت نجاحها، والسبب في ده توزيعهم العالمي للاغنيه. معانا النهارده الفنان الشاب عمر غالي، بنرحب بيك وصباح الورد عليك يا عمر. صباح الورد عليك يا عمر، وكل سنه وانت طيبين وانت بألف صحة وخير. رمضان جنة ولا رمضان جالنا؟ رمضان جنة. تمام. رمضان ايه؟ جنة جيم نون ت مربوط. ايوه هي أيوة الاغنيه اسمها. هو يعني رمضان جنة ورمضان جالنا في نفس الوقت. رمضان جالنا وجنة وجانا وكل حاجه يعني. انت عدت توزيع الاغنيه وعملتها بشكل جديد. مش انا البروديوسر فيها يعني. البروديوسر كان مهاب سامي، هو اللي كان بيلعب بيانو في الفيديو. احنا كلنا يعني احنا اصحاب في بعض، سواء اسامه الهادي او وانا ومي عبد العزيز والكرو كله اللي كان من لاعب المزيكا. الفكره كلها ان احنا كنا عايزين نفكر ناس برمضان، ونقول للناس كل سنه وانتم طيبين بطقطقه صغيره كده، مش اغنيه قوي يعني، حتى يعني نص الاغنيه كلام يعني، ونص الاولاني شويه غنى كده بسيط يعني، مش كتير، كوبليه واحد. ليه عملنا كده؟ عشان نفكر ناس برمضان ونقول للناس كل سنه وانتم طيبين، وعشان يبقى زي جريتنجز كده، الناس بتعمل كروت كده فوتوشوب ومش عارف ايه حاجات زي كده. احنا قلنا بقى نعمل الموضوع ده باغنيه وفيديو بسيط. الموضوع كله على بعضه خد 24 ساعة. سجلنا يعني سجلنا في استوديو، وبعد كده رحنا صورنا في نفس اليوم. بس وخلصنا مكساج ومونتاج وكل حاجة في نفس اليوم ونزلناها. وساعتها بقى كل سنة بتيجي بحس انها نزلت من اول وجديد. يعني فاهم الاقي نازل تقول لي مبروك على الاغنية، لقيناها فعلا حلوة. انا بتوع اعلانات بيكلموني، يا جماعه حلوه قوي الاغنيه اللي انتوا لسه منزلينها دي. لا والله من سنتين دي يا جماعه، دي بقى لها كتير الحقيقه. انتوا فعلا عشان كل سنه بتجددوا فيها اكتر يعني. ولا جددنا ولا اي حاجه، هي فعلا هي نزلت من 3 سنين يعني، ده 3 رمضان بالتصوير ده. بالتصوير هي دي تمام من 3 سنين. وكل سنه السنه دي عامله شغل عالي. السنة دي في حاجة غريبة، الناس كتيرة جدا عاملة لها ابلود من عندها، فهي جايبة فيوز كتيرة عند الأشخاص الآخرين يعني. طيب احنا عايزين بقى نستغل وجودك معانا النهاردة والجيتار الحلو والمايك الجميل ده، وعايزين نغني بقى حاجة ايه لرمضان كده، عشان يعني نعيش معاك وكل المشاهدين يعيشوا معانا الجو الرمضاني الجميل. خلاص رمضان بكرة، كل سنة وأنت طيب. يعني ما احنا خلاص غنينا رمضان جنة في العادة، تحب نغنيها لايف مثلا ولا حاجة تانية لرمضان؟ أي حاجة تانية براحتك. يلا اطلب يداكي قبل ان اطلب يداكي، من رجل يدعى اباكي. اخبري يوم اني صايع بس جوعانيكي ضايع، واني غاوي على القهاوي بس حبيبتي لو قابل انا ناوي. هل من نفسي مش شوارع، ايوه للدرجه دي واقع. قولي له بيقول لك يا عمي بنتك ساكنه شوارع دمي، عايزك تبقى حمايا انكل، ده انا مليت من عشت السنجل. انا مليت من عشت السنجل. يا انكل شوف، يا اتجوزها يا هنسها وابقى عايز حد يلمسها، يا اتجوزها يا هنسها وابقى عايز حد يلمسها. دنيتي اصلا ملهاش عايز اقلب لكم زفه جنازه، دنيتي اصلا ملهاش عايز اقلب لكم زفه جنازه. بيني وبينكم 1000 جوازه، قولي له بيقول لك يا عمي بنتك
ساعات شوارع دمي عايزك تبقى حمايا انكل ده انا مليت من عشت السنجال هي هي انا مليت من عشت السنجال يا انكل عمل لنا مشاكل كبيره جدا يعني انكل عمل لنا مشاكل بس احنا كنا عايزين برضو نحتفل برمضان اكتر من كده برمضان آه ما خلاص يعني نزلنا اغنيه وجايبه فلوس في كل حته طيب عموما يعني احنا بنشكرك على الاغنيه الجميله اللي انت عملتها لنا وانت والفريق بتاعك بجد اغنيه يعني رمضان جنة فعلا ورمضان جالنا عمر نورتنا شرفتنا وصباح الورد عليك صباح الجمال كله صباح الورد عليك عمر غالي فنان شاب موهوب وان شاء الله من نجاح لنجاح شكرا جدا صباح الورد صباح طيبين صباح مشاهدين طيبين طيب احنا مشاهدينا دي كانت اخر حلقه لينا قبل شهر رمضان المبارك ان شاء الله بكره اول ايام شهر رمضان الكريم المبارك كل سنه وحضراتكم بالف صحه وخير يا رب بكره صباح الورد لسه مكمل معاك ولكن المواعيد هتختلف بدل من 8 ل 10 هنكون من 10 ل 12 ان شاء الله في انتظار بقى مشاهده حضراتكم وكمان في انتظار تليفوناتكم هيكون معانا مواضيع مختلفه وكمان مميزه جدا كل سنه وحضراتكم طيبين صباح الورد كل سنه طيبه يا مرموري وصباح الورد عليك كل سنه طيبه يا نرمو وصباح الورد